كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، إن شاء الله خلاص على الأبواب، واللهم بلغنا رمضان. كما جرت العادة، المتحدة مما لا شك فيه جاهزة بمجموعة كبيرة جدا من المسلسلات الرمضانية رمضان 2024، وطبعا محبي الكبير ومحبي مكي، فعندنا جزء جديد من الكبير قوي هيبقى ده الافيش بتاع الكبير. حلو ده مين ده بقى؟ ده جوني ده ولا مين يا جماعه؟ انهي شخصيه فيهم؟ جوني قبل كده كان شكله شويه مختلف. طب بتاع حزلقوم، ماشي، انا من اكتر شخصيه بحبها فيهم حزلقوم، ده بيموتني على روحي من الضحك حقيقه. الكبير تمام، ده نجم العمل الشخصيه الرئيسيه. طيب، فاحنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأعمال بإذن الله سبحانه وتعالى تبقى موجودة معانا في الموسم الرمضاني 2024، مجموعة قوية جدا من صناع الدراما المصرية. ومعانا على التليفون الكاتب والناقد الفني الكبير، الصديق والزميل العزيز محمد عبد الرحمن. أهلا 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 يا محمد، وأنا حطيتش ألقاب، فما تحطش أنت ألقاب. تمام، كل سنه وانت طيب يا استاذ يوسف. برضو ماشي يا استاذ محمد، يعني مبسوط ان انا معاك، وناقص 30 يوم على رمضان، ومشاير الموسم بدات تظهر في الايام الاخيره دي. والله ان شاء الله موسم قوي كالعاده، يعني باذن الله للدراما المصريه. ايه بقى اللي هينزل ان شاء الله عندنا في رمضان 2024؟ طيب خلينا الاول نقول ملاحظه يعني ليها علاقه بانتاجات المتحده اخر سنتين او ثلاثه، هو ان احنا بقينا بنعرف السيزون بدري. يعني بقى الناس عندها قدره انها تبقى عارفه المسلسلات بتتكلم عن ايه وهتنزل على ايه. فرق في ده كمان وجود واتشت، يعني انه واتشت كده كده تاخد نسخه من كل المسلسلات وبتعرض بتزامن مع 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 رمضان مع الشاشات. في نقطه كنا احنا بنعاني منها كصحافه فنيه، ان احنا كنا بنقعد ساعات لو انت فاكر لحد ليله رمضان عشان نعرف المسلسل على قناه ايه، ده كان بيعمل نوع من العشوائيه عند الجمهور وبيخليه يستنى لتاني وتالت يوم لحد ما يعرف المواعيد. لا، الموضوع ده بقى شبه يعني منتهي، المسلسلات كلها معروفه، ابطالها معروفين. بدات التيزرز كمان تنزل النهارده، نزل امبراطوريه ميم للفنان خالد النبوي، ونزل طبعا الكبير قوي زي ما انت كنت بتتكلم عنه من شويه، ونزل كمان مسلسل مسار اجباري اللي هو بطوله احمد داش وعصام عمر. ودي ميزه ثانيه من مميزات المسلسل السيزون السنه دي، ان في اكتر من ممثل واخد بطوله مطلقه، يعني بقى في اجيال، يعني رغم ان في نجوم بيغيبوا السنه دي زي منى زكي ومحمد رمضان، لكن في كمان يعني اسماء صاعده هتاخد البطوله وتاخد الفرصه. ففي حاله حراك كبيره موجوده، وطبعا عوده سيحه الفخراني من اهم ما يميز الموسم. يعني حلو جدا جدا جدا. انا ملاحظ بصراحه ان المتحده اصبحت بتدي مساحه كبيره للجيل الجديد ان هو يحصل، زي ما كنا بنتفرج على حاله خاصه طه دسوقي. ما دي نقطه كمان كنت اقول لك عليها لما انت بدات تتكلم عن المسلسلات، ان احنا اوريدي بقى لنا 4 أو 5 شهور الاوف سيزون شغال. صح. من شهر من اخر 9 وما وقفش، يعني كان حاله خاصه وقبلها حاتم صلاح، غير الحاجات اللي موجوده على القنوات، حدوته منسيه وصوت وصوره. فالسيزون شغال وده كويس جدا، بيعمل حركه اقتصاديه في السوق، البلاتوهات ما بتقفش. الحاجة الثانية بيقدم كل الموضوعات وبيعمل المنافسة، فبجانب الملاحظة بتاعت انه الابطال كمان الصغيرين او الشباب الصغيرين، في نقطة مهمة ان كل ما بتغير الابطال بتضطر تغير القصص، فما بقاش في حتة انك تلاقي مسلسلين ثلاثة شبه بعض، يعني في السيزون ده كان بيحصل قبل كده يعني. فاتوقع ان الموضوعات ان شاء الله هتبقى جيدة، في اجتماعي وفي كوميدي، وفي كمان يعني امبراطورية بيم بيتميز ان احنا بنعيد تاني، بنقول للناس خدوا بالكم ان الفيلم الشهير للفنانه الكبيره طبعا فاتن حمام 1972 كان البطل في الروايه راجل من الست، فانت برضو بتخلي تاني نقاش. يعني انا متاكد انه قصه احسان عبد القدوس هتبقى ترند في رمضان بناء على المسلسل، عشان الناس تقارن ما بين الفيلم والمسلسل، فده شيء ايجابي يعني. كمان نيلي كريم عائده للكوميديا في مسلسل فراوله، ومعاها شيماء سيف، ومعاها علا رزدي، ومعاها شيلان علاء، ومعاها احمد فهيم. امبراطوريه ميم في هاجر السراج، وميان السيد في نشوى مصطفى، في حاله شيحه برضو العائده بعد غياب. عندنا كوميدي كمان اكرم حسني ببابا جه، برضو ده يعني اعتقد هيبقى عليه جذب انتباه كويس. لسه والله كنت بكلم اكرم من شويه. هو بكلمه قال لي انا بصور. نزل بوستر وشايل البنت، بنت موهوبه جدا اسمها فيينا نادر،
اللي هي كانت طالعه بنت حنان مطاوع في صوت وصوره. اه اعتقد هيبقوا عاملين دويتو ودويتو حلو مع بعض. اعتقد دي اول مره اكرم بيبقى عامل اب اصلا يعني اب يعني هو اصلا شيء غريب، شيء غريب في الدنيا ان اكرم يبقى اب برضه يعني. ونور النبوي للمره الثانيه مع خالد النبوي، بس المره دي اعتقد هيبقى طالع ابنه. والميزه في المسلسل الامبراطوري يعني اللي محمس الامبراطوريه مين كمان، الثلاثي خالد النبوي ومحمد سليمان عبد الملك ومحمد سلامه هم نفس الثلاثي بتاع راجعين يا هوا اللي هو كان عامل ترند من سنتين. فطبعا دي المسلسلات، طبعا نسينا نتكلم على اهم واحد او مش اهم واحد، الاكثر ضجه الحشاشين طبعا ده كريم عبد العزيز. هو على فكره برضه الناس بتتكلم انه، انا عايز اراجع معاك الموضوع انه مؤجل، هو مش مؤجل، احنا اللي مش متعودين ان في مسلسل بيتصور في سنه ونص لانه يستحق المده دي. طبعا طبعا، لانه هو واضح من اسمه انه بيتكلم عن هذه الطائفه حسن الصباح ومجموعته، وبالتالي احنا بنتكلم على انتاج مخيف وتفاصيل مذهله وكثيره. مسلسل مصري بيتصور في كازاخستان دي حاجه يعني ما حصلتش قبل كده، ان احنا نروح منطقه شرق اسيا نفسها وسط اسيا. فاحنا كده معانا مسلسل هو تاريخي عن فرقه مثيره للجدل، ومعانا مسلسل عن روايه، ومعانا عتبات البهجه برضو بتاع استاذ يحيى القراني عن روايه ابراهيم عم مجيد. الله الله الله. فبجانب طبعا الكوميدي والحاجات الاجتماعي الخفيف، انا كمان مثلا جذب انتباهي ان مخرج مسار اجباري اللي هو بتاع داش وعصام عمر نادين خان، نادين محمد خان. نادين يعني كان ليها تجربه تلفزيونيه قليله، وده بقى يعني عمل داخل هو المنافسه في رمضان بجانب طبعا تجربها في السينما. فيعتقد برضو اسم جديد، يعني احنا تجديد بس مش في الابطال، في المخرجين. ما انا عاجبني بصراحه اللي بتعمله المتحده خلال السنين اللي فاتت، يعني من ناحيه فكره تنوع الجهات والشركات الانتاجيه الشريكه مع المتحده، من ناحيه انها دخلت جوه الصناعه وجوه جديده سواء اذا كان في التمثيل في الاخراج في وهكذا، من ناحيه تانية استثمرت في هذه الوجوه الجديده فاصبحوا ليهم اعمالهم بتاعتهم سواء اذا كان على المستوى الاخراجي او المستوى التمثيلي. وفي نفس الوقت كثافه المعروض، تنوع المواسم، ما بقيناش بس مستنيين رمضان، بقى في عندي طول الوقت طول السنه. حته اقتصاديه برضو بالنسبه لانتاج يعني نتائج ما فعلته المتحده في تنظيم السوق. ان احنا رجعنا نصدر الدراما تاني. صح 100%. عدد المسلسلات اللي بدات تتاخد تاني المصريه، قعدنا فتره كده تلاقي قناه واخده مسلسل، قناه تانيه واخده مسلسل، لا كل ده بيتاخد، هو اللي بيبقى مالي المنصات والقنوات العربيه خصوصا الخليجيه والعراق ولبنان. احنا ما بنشوفش كل حاجه، انت ما بتبقاش عارف ان في اربع خمس مسلسلات معروضه في المغرب او في العراق. صح. فطبعا ده فرق بشكل كبير يعني. طب بما انه الشيء بالشيء يذكر، واحنا ذكرنا الاوف سيزون واتكلمنا تحديدا على حاله خاصه، عايز اسمع منك عن حاله خاصه. انا عمري ما كنت قابلت طه دسوقي بصراحه خالص، ولا انا علاقتي بطه دسوقي ان انا بتفرج عليه من ايام الستاند اب كوميدي لحد ما الحلقه الاخيره الحاله خاصه. فانا اتفاجئت. انا عايز اسمع رايك. بص طه دسوقي يعني فنان انا بشرف، يعني انا بتكلم معاه كتير. كنت لسه قلت له قريب لان كان عليه طلب، يعني كل الناس عايز تسمع حوارات. صحيح. الطلب عليك بقى اكتر من الطلب على سيريوس باتس، يعني من كتر اللي حصل الترند اللي حصل. وطبعا ده مش اعلان يعني سلعه وطنيه. طبعا. فهو اللي فعلا يعني على العكس بقى، واعتقد ده سبب نجاحه، هو شايف ان هو مش اول بطوله مطلقه ولا حاجه، هو شايف انه بيجتهد وبيعمل دور كويس. ليه يعني؟ هو في الاخر دخل وركز في الدور، عشان كده حتى لو كان في بعض الملاحظات على السيناريو او على القضايا من ناحيه المحامين او الكلام ده، لكن ما كانش في اي انتقاد لاداء طه. صحيح. ان ده شال جزء كبير جدا من العمل، وطبعا يحسب للمؤلف شهاب طارق والمخرج عبد العزيز النجاري كثلاثي عملوا العمل ده، مع التناغم اللي ما بينه وما بين استاذه غدا عادل والاستاذ طبعا نبيل علي ماهر، دول عملوا يعني عمل معاهم خطين كويسين جدا، والدعم اللي ادوه احمد امين في الحلقه الاولى، ومجموعه الشباب اللي كانوا معاه في مكتب المحاماه. فاعتقد انه التكامليه طبعا، ومزيكه هاني شنوده تنجح اي حاجه. التكامليه دي عملت حاله خاصه عند كل يعني الناس فعلا. وبالذات الجيل يعني بتاعنا وانت بقى، والاجيال الجديده برضو اللي بدات تسمع، احنا طبعا نحبه وقاعدين نسمع المزيكا، واحنا بتوع الكاميرا في ولاد الكاميرا في الملعب يعني. طبعا. الجيل حتى الصغير، حتى اللي بيقول والله القضيه دي المفروض ما تتقفلش كده، هو عارف انه الحته الانسانيه هي الاهم في المسلسل، والتعامل مع المصابين او اللي هم عندهم المختلفين اللي عندهم توحد، ولكن
يعني كله قبل المسلسل، وبشوف لحد دلوقتي ناس بيتفرجوا عليه كاملا، يعني يكون ما اتفرجتش عليه وهو بينزل، لا بيكتب بوست انه اتفرج على 10 حلقات ورا بعض، هو فعلا عمل ينفع نرجع له ثاني. واعتقد ان هو ومسلسل بالطو لعصام عمر يعني هو ده يعني صحيح. الاضافه الحقيقيه اللي عملتها ووتشيت في 2023. ده حاجه رائعه جدا. ابو حميد خلينا نشوفك قريب، مش هستنى لحد رمضان عشان تنورنا في البرنامج، لا انا عايز قبل كده ان شاء الله. اكيد باذن الله. انا بس بقيت البروموهات وهبقى معاك ان شاء الله 100 100. بس انا كده حجزت. شكرا. اشكرك شكرا جدا ليك كاتبنا وناقدنا الفني الكبير صديقي وطبعا زميلنا العزيز محمد عبد الرحمن.